مصاريف توليد الطاقة وتكاليف نقل الماء على مسافات طويلة من بين المصاريف الإضافية التي زادت من تكاليف إنتاج البطاطا هنا في منطقة شوكسباع بدائرة عين جاسر ولاية باتنة. البطاطا راهي حاليا تتكلف لي ب40 دينار الكيلو الواحد لمصاريفها، وتمثل في الأسمدة والعمال وتسمى بالاخص في الماء. راهو بعيد، راني نوصل على كيلو 200. كيلو يتقام يس 5000، يخدم الناس، ترانسبور الناس، المصاريف الناس، الفلاح الخدم الناس، زريع تيغلاي وشنين المنتوج غير خس ذا انتم ضرير. ثانينا ما نبعدا فراجات وليش زوج كيلو 200 و300 وصل دي دامان يتعانى يتزل فوامان، أمان يرزق ربي سوامان الخير إلا نتعانى ثاني ستريسيتي. دعم الفلاحين بالكهرباء ومياه السقي الفلاحية من شأنه المساهمة في التقليل من مصاريف الإنتاج، وبالتالي وصول المنتج الفلاحي للمستهلك بأسعار منخفضة. شوف الخير هذا دروك أخي قلت لكم راهو تكلفنا ب40 دينار الكيلو الواحد، لو كانت توفر لي الدولة الماء والأسمدة راح نخفضوا بإذن الله 25 دينار، وبالتالي المستهلك راح توصلوا ب40 دينار. بصح كوالي زي فورونا يعطونا الفراجات ويدعمونا بتريسيتي، السمرة راح تهبط، السمرة قد تهبط حتى 2000 فرنك. يذكر أن ما يتعلق بشعبة إنتاج البطاطا بدائرة عين جاسر ينطبق أيضا على بقية الشعب الفلاحية عبر باقي بلديات ولاية باتنة.